مساء الخير على أحلى مشاهدين، ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الشباب الأول ساعة شباب. عشاق الصقور يتحدثون عن اهتماماتهم في ساعة شباب. ريم الحبيب ممثلة ومخرجة سعودية تثبت نفسها أمام الجميع. التطور والحداثة تجذب أنظار الأجانب إلى السعودية. وحلبة كورنيش جدة تلمع مثل الألماس. طيب، بداية مشاهدينا نروح مع بعض لجولة السوشيال ميديا وحصيلتها متنوعة صراحة لليوم. معانا جولة من أبرز التغريدات المميزة في منصة تويتر، أبدأها معاكم بالتأكيد. التغريدة الأولى من حساب معالي المستشار تركي آل الشيخ: منطقة تجددت بالكامل، أويسس صارت أكبر وأفخم، ترفيه وفن وموسيقى ومطاعم وفعاليات كثيرة في افتتاح أويسس ابتداء من 4 ديسمبر. هذا وأكثر في أويسس زون ابتداء من 4 ديسمبر. متع حواسك. بالله شفتوني في الإعلان ولا ما شفتوني؟ كنت منورة في الإعلان، ما أنا ما عرفت نفسي، سهام ورماح وسدو فجأة. بس كانت تجربة طبعا أكثر من رائعة، وتعتبر أويسس الرياض من أكبر المناطق في موسم الرياض، وفيها طبعا العديد من الفعاليات الجميلة وبالتأكيد تناسب جميع الأذواق، وانطلاقتها بإذن الله راح تكون من 4 ديسمبر القادم. نشوفكم هناك وإن شاء الله راح نكون أول الحاضرين. نروح لتغريدة ثانية من حساب سمو الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل: تلمع مثل الألماس حلبة كورنيش جدة. رح نشوف مع بعض هذا المنظر الأكثر من رائع ومنظر جميل لحلبة سباقات كورنيش جدة، اللي تتزين باللمسات الأخيرة لاستضافة الحدث الأضخم والأشهر الفورمولا 1. طبعا في انتظار الانطلاقة وكلنا حماس من أجل هذه الفعالية الكبيرة جدا. بالتوفيق لكل المنظمين، وبإذن الله أيضا راح نكون متواجدين في هذه الفعالية. روح لتغريدة أخرى من حساب إمارة منطقة مكة المكرمة: الأمير سعود بن جلوي يفتتح حديقة الحمراء لذوي الإعاقة بجدة، تقدر مساحتها ب 7000 متر مربع وتحوي ما يزيد عن 13 لعبة. فعلا يستحقون أحبائنا ذوي الهمة أن يكون لهم أماكن مخصصة بهذا الجمال والترتيب. شكرا لأمارة منطقة مكة المكرمة والتي أولت اهتمام كبير لهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا.
روح إلى حساب الاتحاد السعودي للأمن السيبراني. السعودية تجذب أنظار العالم بأكبر وأضخم حدث تقني مختص في الأمن السيبراني في المنطقة آتاك في الرياض، ويستمر إلى 30 من نوفمبر. يعد هذا الحدث من أكبر وأضخم الفعاليات التقنية المتخصصة، وشيء رائع أن نستضيفه على أرض المملكة، خاصة وأن السعودية تحتل المركز الثاني على مستوى العالم في الأمن السيبراني. وروح لي أيضا حساب هيئة فنون الطهي. سوق المزارعين قصة ملهمة يملأها الاعتزاز بمزارعي الأحساء وخيرات أراضيها. جاي مع أمي وأبوي أبيع منتجات مزرعتنا. الأحساء تستحق، وتسليط الضوء على المزارع الأحسائي يستحق كل المجهود وكل الشكر على القائمين. شكرا جزيلا. فكرة أكثر من رائعة تساعد على التقارب بين الناس، خاصة المهتمين بالزراعة وأصحاب المزارع، لتكون فرصة لتبادل الخبرات والمنتجات، خاصة في الحساء، تلك المدينة المشهورة بخيراتها المختلفة. ومن تغريداتنا مشاهدينا نروح مع بعض لتقرير اليوم. شهدت الواجهة البحرية لشاطئ جدة مبادرة اجتماعية عن البيئة بعنوان جدة تستاهل، دعما لمفهوم نشر ثقافة الوعي البيئي بما يحقق رؤية 2030 في التنمية المستدامة ومستويات متقدمة لآفاق جديدة. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مهند قحطان. مبادرة اجتماعية عن البيئة والحفاظ على البيئة بمسمى جدة تستاهل، وجدة تستاهل ما شاء الله. عن البيئة والحفاظ على البيئة، اكتشفنا أن البيئة موجودة اليوم في حولنا، في البيت، برا، في المجتمع، في السياحة، في المدرسة، البيئة في كل مكان ومن حولنا. ونظمنا هذه المبادرة، وهذه مع الجهات الرسمية والحكومية والجهات الخاصة اللي هي تعتبر صديقة للبيئة وتعزز مفهوم البيئة. كذلك في فنانين مشاركين لعنا عادة التدوير ويشاركون بلوحاتهم وحبهم لجدة. والله شيء جميل انه في مبادره مثل هذه، انه في رسم لايف، في اعمال يدويه تتباع، فهذه اشياء جدا جميله انه بلدنا محفز لهذا الشيء. قاعد ارسم لايف حاليا للوحه تقريبا راسمه من سنتين، فاتكلم فيها عن الوفاء والحب والعشره، فراسمه بالالوان الزيتيه، وهذا مشاركت معهم. انا
مشاركة بتصاميمي عن البيئة وعن الأزهار والطبيعة، وشاركت فيها على أنه تمثل المرأة سواء كانت طفلة أو مرأة كبيرة بالطبيعة، يعني تزهر أينما كان، وهذا شعاري نزهر أينما كنا. للأمانة مبادرة جدا جميلة، لأنها فتحت فرصة للكثير من المواهب أنها تبرز موهبتها اللي ممكن الناس لسه مو قادرة تشوفها، فمرة شكرا للأمانة، مرة 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 انبسطت، خصوصا تفاعل الجمهور على أنه الشيء مرة غريب وشيء جديد، أنه الأزياء نفسها غريبة تشدك أنك تيجي تبى تفهم إيش الموضوع اللي قاعد يصير. أنا رسامة زيتية بالألوان الزيتية، وعملت لوحة بالألوان الزيتية، وبعدين أضفت عليها عادة المخلفات، يعني كراتين العطور، وعندكم هنا عواد الأسكريم، وعندكم هنا شو اسمه هذا الفلين، وعندكم هنا كمان معجون أغطية المعجون، وزي كذا عدة حاجات، وأحجار وأغصان الشجر، فأشياء كثيرة حطيت فيها. وبعد الفاصل مشاهدينا، عشاق الصقور يتحدثون عن اهتماماتهم في ساعة شباب. عشاق الصقور كثيرين ويتميزون بدقة اختياراتهم وحبهم للطير بجنون، ومو بس كذا، كمان حريصين على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لطيورهم. اليوم ضيفنا اكتسب هوايته وحبه للطيور ويمتلك مركز ومربط وعيادة خاصة، وشارك في العديد من المسابقات، وأيضا ظهر في عدد من المزادات الأخيرة. اسمحوا لي أرحب بضيفنا الصقار خالد القحطاني. هلا وسهلا خالد، منورنا في ساعة شباب. الله يطول عمرك وشكرا على الاستضافة، واهلا وسهلا. بالعكس، واجبنا. عادة انا اتوتر اذا كان في طيور او حيوانات في الاستديو، عشان كذا شوي متوترة، بس الحمد لله ان الطير اليوم، الصقر اليوم متبرقة. خلينا نبدا معك ونبغى نعرف، يعني ما شاء الله تبارك الله، من متى بدا تعاملك مع الصقور والطير بصفة عامة؟ البداية يعني اشكركم على الاستضافة، وثاني شيء الهواية نكسبها من أجداد وأباء وخوال، ويورثونها أبا عن جد. أي. وهواية الملوك كل الناس تعشقها. أكيد طبعاً. طب ما شاء الله، يعني متى أسستوا المركز والمربط والعيادة هنا في جدة؟ والله تقريباً من ثلاث سنوات. تقريباً ثلاث سنوات. ولا الهواية قديمة، يعني قبل ثلاث سنوات، لكن طورناها. كبرت وتربيت عاد على الهواية وكبرت معاكم. صحيح. تحولت من هواية في الوقت الحاضر مع الرؤية 2030 إلى بزنس في الجوائز الضخمة، كلها مغرية أن الواحد يدخل في المجال هذا. ودخلنا والحمد لله، حاولنا إلى ما وصلنا إليه، إلى تحقيق المركز الأول للمنطقة الغربية، وسبقنا أخونا خالد العكور اللي يطلع في الصورة حاليا في أشواط الملواح، ودخلنا أشواط المزاين، والحمد لله اكتسبنا الجائزة الأولى، وبنستمر إلى نوصل طموحنا أبعد من كذا، ومشاركين إن شاء الله في قطر، مشاركين في الإمارات. ما شاء الله تبارك الله. بس خلينا نرجع للمركز والعيادة والمربط اللي أسستوه، إيش اللي خلاكم تفكروا بتأسيس مراكز؟ هل لأنها مو موجودة عندنا مثلا في جدة؟ نعم، تفتقر المنطقة الغربية بالذات، معناها تضخ بأسماء وصقاقير يذكرونهم خارج المملكة العربية السعودية. وقلنا نوفر لهم الطلبات اللي محتاجينها للصقر من عناية ومن عيادة ومن مربط، والحمد لله توفيق الله سبحانه وتعالى، وسوينا اللي سوينا. حلو. طب ايش نوع الخدمات اللي بتقدموها في المركز؟ اللي هو وقت المقيض، اللي هو الربطة وقت المقيض طبعا، مدتها 7 شهور، واللي هي العيادة، علاج الطير له عناية خاصة وله علاج خاص من أشعة، من تخدير، من أمور كثيرة ترتبط بالطير، من علاجات تتوفر للطير بالذات، يعني الحيوانات الثانية
ما تستخدمها. في علاجات مخصصة للطير، والسنوات اللي فاتت كنا نتعب ونجيبها من برا إلى جدة، متوفرة في الشرقية وكانت متوفرة في الرياض، وإن شاء الله وصارت ما شاء الله تبارك الله متوفرة عندكم، متوفرة الحين حتى في السوشيال ميديا أونلاين، صرنا نطلب اللي نبغاه. لكن الأهم اللي هو الدكتور اللي لاحظ الطير، والحمد لله موجود عندكم. نعم، دائما نعرف ومعروف يعني ومتعارف عليه بأن الصقار عاشق الطيرة، فأنت نبغى نعرف ما شاء الله عليك خالد كم صقر تمتلك، ومين أقرب طير تحسه قريب منك، وكيف أيضا بتختار أساميها؟ طبعا الطير أنا أخالف الناس كلهم، الطير يعني قريب من قلبي بعد اللي هو عائلتي وأولادي، بعدها الطير. بعض الناس يقول لك الطير قبل العيال، أنا أخالف الرأي بتاتا. هذا الصح. فالطير له حب خاص وله تعامل خاص، والخيل برضه لها نفس الطريقة، زي ما تقول إنها عشق، إنك تعشق الأداء. وتحولنا الحين من عشق هواية يعني بالمختصر المفيد إلى بزنس، اللي حاصل حاليا بزنس. طب هذا النادر اللي منورنا اليوم، نبغى نعرف هل هو أقرب طير بالنسبة لك عشان كذا جايبة معاك اليوم؟ لا، عندي كروت. أي بس في أشواط المزاين الكروت ما تطلع، هي المسابقة الوحيدة اللي ما تبين للناس إيش معك أنت بتشارك، عشان عندك منافسين كل واحد يطمح للأول. أي فتكون وقت إعلان النتائج تكون في نفس اللحظة. طيب المزادات في الفترة الأخيرة على الطيور كثرت ما شاء الله تبارك الله، صح. أصبح الكثير مهتمين فيها، نبغى نعرف كيف تشوف هذه المزادات، أنت أيضا تشارك في هذه المزادات؟ صح، نشارك في المزادات، نشتري نبيع في المزادات. أنا قلت لك بداية الحوار إنها بزنس قبل تكون هواية، كانت في السابق هواية، في رؤية 2030 صارت لا، كل الناس تدور الشيء المفيد، فالمال هو مفيد طبعاً بدون أي نقاش. فالمزادات تبنتها مهرجان الملك عبد العزيز اللي هو نادي الصقور السعودي تحت سقف وزير الداخلية، نشكر القائمين على النادي، نشكر وزير الداخلية سمو الأمير سعود عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد على ما يقدمونه تجاه الصقر والصقار. صار عندنا نقلة نوعية عالمية طبعا. فتشارك وتحب هذه المزادات. بس أنا عندي سؤال، وبما أنك متواجد معنا اليوم حابة أستفيد من خبرتك في هذا المجال، كيف تبحثون عن الطيور عشان تلاقون أفضل السلالات الموجودة سواء للمزادات أو للمسابقات اللي بتشاركوا فيها؟ الطيور طبعا فيها مميزات لجنة التحكيم تقرر عليها، من لون، من شكل، من حجم، من نوع السلالة، من الوسرة طبعا، من رأس الطير، من عين الطير، من ضبة الطير، من أرضية الطير، وأمور كثيرة. والله يعينهم على التقييم، لأن أنا عندي تقريبا 6 أنواع من الطيور، أجلس من 3 ساعات إلى 4 ساعات أقيم وين اللي أطلعه للمهرجان، فما بالكهم قدامهم تقريبا 100 طير، فأقول الله يعينهم من هذا المنبر، الله يعينكم ويقويكم. طب إيش أهم الأساسيات الموجودة بالطير اللي بتقيم على أساسها وبتختار إنه يشارك في هذه المسابقة؟ طبعا الفئة اللي أنا فيها اللي هي البيورات. البيورات اللي هو السوبر اللي هو جير قرناس، سواء فرخ، لا يوجد فرخ أصلا، مسابقة على الفرخ ما يوجد، فيه القرناس، فنهتم في دق الريش وخاصة الظهر. بعدين نشوف الخطوات اللي بعدها، فدق الريش يكون مهم جدا بالنسبة للبيورات. أما الأحرار والحر الأدهم اللي هو الأسود، هذه لها، هذه لها لون معين، لها حجم معين، ولها أمور كثيرة.
جميل. في منافسات الطيور في مرحلة اسمها أشواط المزاين. صحيح. فهذه المرحلة لها قواعد معينة، فيرد تعلمنا عنها. اللي هي مراحل المزاين؟ أي. هي تقييم فقط. هم يقيمون الطير، نجيب الطير تقريبا الصباح وفي الليل النتائج، وهو المسابقة الوحيدة والجائزة الوحيدة اللي في نفس اللحظة تكون إعلان النتائج. فنكون متحفظين عن الطير ومتحفظين على الكرت الرابح ان المنافس، والمنافس يطمح زي ما اطمح انا، هو يطمح الاول انا اطمح للاول. ومتى ان شاء الله راح تكون هذه المسابقه؟ قريب صحيح؟ هي المسابقه اللي سمعت اخر قرار من النادي انها خلاص تستمر، اللي هي حقت موسم الرياض. ان شاء الله انها تستمر، لكن الاساسيه في مهرجان الملك عبد العزيز هذه رابع موسم تقريبا حاليا. وانت مشارك فيها خالد صحيح؟ ما اقدر اعلن عن شيء حسب المتسابقين وحسب الكروت اللي قدامي وش الطيور اللي بواجهها ان شاء الله. جميل، نتمنى لك كل التوفيق فيها. طيب الطير اللي منورنا اليوم النادر هو طيرك الخاص، ولكنك اهديت لاخوك سلطان، فنبغى نعرف ايش سبب الاهداء؟ اخوي سلطان اعلامي زيكم، فكان احنا عندنا مركز اعلامي خاص بالطيور. كان في جميع مناطق دول الخليج، شاركنا في قطر وشاركنا في الإمارات وفي صدد أن نشارك في البحرين، فكان يعني قد المسؤولية وطلع بالصورة المناسبة وشرف المملكة العربية السعودية، نقل صورة على الإعلاميين خاصة في مجالنا، وجانت شكر من المناطق اللي شارك فيها، فجازيته المقابل بالصقر النادر ويستاهل وما راح تندخل. طبعا الله يخليكم البعض يا رب ويعطيك الف عافيه. بقدم رساله. اي اكيد تفضل. بخصوص اشواط المزاين، رساله من منبركم ان شاء الله انها توصل، اللي هي القرانيس الوحوش لها اشواط، فشرطوا علينا ان ما فيها البيتيه اللي هي تقريبا اللي كانت في مربط، يعني بيتيه يعني مدربه. فقالوا لازم تكون مصفيه. فنأمل أنهم يتيحون الفرصة حتى اللي ما صفت، الطيور اللي ما صفت وهم يعرفون لغتي اللي أقولها لهم، اللي هي الطيور المصفية، لأنها ترفع قيمة المزاد إذا استمروا بالطريقة هذه، وأن الطيور اللي مي مصفية ما تدخل، فالمزاد وخاصة في الطيور اللي البيتية ما عاد يستفيد منها التاجر اللي اشتراها بمبلغ وقدره، ما تقدر يدخل لأنها صارت زي البزنس يشغلها في المسابقات انها تدر لها مكاسب. جميل جدا، احنا نتمنى ان رسالتك وصلت ويعطيك الف عافيه. خالد نورتنا وشرفتنا. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل ريم الحبيب ممثله ومخرجه سعوديه تثبت نفسها امام الجميع. في الفترة الأخيرة ما شاء الله تبارك الله انتعش قطاع التمثيل والسينما والتلفزيون بشكل كبير جدا وواضح، وأصبح يضم عدد من الشباب اللي بيقدموا أنفسهم بشكل متميز. طبعا اليوم ضيفتنا ممثلة ومخرجة سعودية شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وكان صراحة لها حضور واضح وقوي وأثبتت نفسها بين الجميع، وشفنا ما شاء الله تبارك الله كيف الأفلام السعودية انتشرت بشكل رهيب عندنا وصارت يعني بإخراج عالي جدا، وأيضا شاركت في مهرجانات عربية ومحلية وعالمية. اليوم يسعدنا انضمام الممثلة والمخرجة السعودية ريم الحبيب معانا اليوم في استضافة خاصة، راح نتكلم معاها عن أهم أعمالها التلفزيونية والسينمائية ومشاركاتها أيضا في هذا المجال، ونتكلم عن آخر عمل كان فندق
الأقدار، يمكن كثير منكم شافوه على منصة شاهد، وصراحة أنا شخصيا أعجبت كثير بهذا العمل اللي كان بمشاركة شباب سعوديين وأيضا شابات سعوديات، وكان على منصة شاهد مثل ما ذكرت، صراحة كانت قصة أكثر من رائعة. أنصحكم بمتابعة هذا العمل وهذا المسلسل الدرامي السعودي. بنحاول الآن طبعا نضبط الاتصال مع ريم الحبيب، يمكن الشبكة عندها اليوم مش مضبوطة، ولكن متحمسة كثير أسألها عن تفاصيل هذا العمل وكواليس هذا العمل اللي استغرق تصويره أشهر وساعات طويلة، ولكن بالنهاية شفنا الإنتاج أكثر من رائع، سواء كإخراج، تمثيل، تصوير، صراحة يعطيهم ألف عافية على هذا الإبداع اللي قاعدين نشوفه ولاحظناه أيضا في الأعمال السعودية، وخصوصا في الفترة الأخيرة ما قصروا شبابنا، دائما يعني بينحطوا في اختبارات وتجارب، وبالنهاية يثبتون أنهم قدها وأنهم كفوا، صراحة مبدعين. يعني أنا شفت هذا العمل وعجبني، وكثير من الأعمال اللي شفناها وأتوقع أن صارت لهم يعني مشاهد صعبة جدا في هذا العمل ومروا فيها، ولكنهم ما شاء الله تبارك الله تجاوزوها في النهاية وأبدعوا، وبنفس الوقت أدهشونا في نفس الوقت، صراحة يعطيهم ألف عافية. رح نشوف آخر إنجازاتها في هذا المجال. خلوني أخذ الاتصال مع ريم الحبيب. ألو، مساء الخير ريم، يعني صدناك في آخر اللحظات ومنورتنا في برنامج ساعة شباب، ويعطيك ألف عافية أنك عطتينا من وقتك، ندري أنك مشغولة كثير ولكن منورتنا في البرنامج، وكنا نتمنى فعلا أنك تكوني موجودة معنا هنا بالاستوديو، ولكن إن شاء الله بإذن الله الجايات أكثر. ألو، مساء الخير ريم، تسمعيني؟ أهلين، مساء النور. هلا لمياء، هلا حبيبتي، منورتنا في البرنامج. خليني أسألك في البداية ريم، يعني لو قلنا من هي ريم الحبيب والغنية عن التعريف، ومتى انطلقت في عالم التمثيل بالتحديد، وش راح تقولي عن نفسك؟ أولا أقول لكم جميعا تمسون على خير، وشكرا لك لمي على هذه الاستضافة، وأعتذر أني قاعدة أجري من الشارع وماني قادرة أثبت الكونكشن تشوفوني، بس إن شاء الله الجايات أكثر. أولا ابدا ريم الحبيب هي ممثله سعوديه، ام قبل كل شيء، زوجه، واحاول قدر المستطاع اني اظهر بشيء يناسب المشاهد، ويعني اقدر اثبت فيه سواء انا او الكلتشر او اطلع فيه امكانياتنا قدر المستطاع. ما شاء الله تبارك الله عليك، يعني ريم شهدت فيك مجروحة وأبدعتي. حنتكلم عن دورك في مسلسل فندق الأقدار، ولكن بداية لك عدد من المشاركات في أعمال مختلفة، آخرها كان فندق الأقدار، فكيف تقيمين تجربتك في هذا المجال حتى الآن؟ أشكرك على الإطراء أولاً لميا، بس حقيقة أنا دائماً أقول كل المشاركات مهما كانت أو كل الأعمال اللي أنا أحاول أني أؤدي فيها يعني قصار جهدي، بالنهاية هي تجربة، دائماً أي تجربة فيها الحلو والمر، ولكن فندق الأقدار كان أحد المسلسلات صراحة اللي كان شوي مختلف من ناحية النمطية، من ناحية الرول بالذات، إحنا نتكلم على الأدوار هي للأسف الشديد لسه ما تجرؤ المنتجين ولا تجرؤ الكتاب أن يطلعوا المرأة السعودية بشكل الخصوص والعربية بشكل عام خارج النطاق الستيريوتايب. ففي فندق الأقدار كان شوي في طلوع عن النمطية، وهذا كان شيء جميل يعني يشكر عليه الكاتب، وطبعا أوجه تحية لكل الطاقم العمل زملائي، وكمان محمد لي المخرجنا العزيز إلى قلبي. فايت واز اكسبيرينس صراحه. جميل جدا. طيب خلينا نرجع لدورك في مسلسل فندق الاقدار، كيف استعديتي نفسيا وشخصيا لتقديم هذه الشخصيه؟
شوفي عشان ما ابغى كذا افخم واعمل، لا بالعكس من حقك كريم، لا من حقك اعذريني يعني. لا لا حقيقة ترى ادوارنا ما هي الادوار اللي يعني في النهاية ما اديت رشاش، يعني في النهاية ادوارنا ما هي ادوار تحتاج تقمص شخصية ودخول بعمق وكذا، بشيء بسيط تقري الكاركتر تحاولي يو ريليت. انا دائما مؤمنه ان كل ممثل في النهايه هو انسان قبل ما يكون ممثل، وكلنا فينا جزء من اللي نأديه، يعني كلنا فينا من الشر ومن الخير ومن هذا، فدائما الا ما تجدي في هذه الشخصيه، في مثلا عندك على سبيل المثال فندق الاقدار هند فيها شيء من ريم ترى في الحقيقه، فتحاولي انت تستحضري الجزء هذا منك بس انه بشكل مكثف في هذا الدور. لكن ان شاء الله يا رب يسمع منك يا لميا ويعطونا ادوار تستاهل ان الواحد يقعد يدرسها بالشهور ويتقمص ويدخلها. بالعكس تستاهلي كل خير يا حبيبتي. طيب نبغى نعرف منك ريم، ايش اصعب المشاهد اللي مرت عليك في المسلسل؟ والله يعني غير ضربة أبو عمرة في ظهري بالمسدس بالغلط ما أتوقع فيه أسوأ من كذا. أسمعنا أيضا إن انكسر جوالك أثناء التصوير. كل أبو عمرة الحمد لله كسر لي جوالي، خبطني في ظهري، يعني أبو عمرة أظن عندك هداء كمين لي. حبيبي أبو عمرة أوجه له تحية، أكيد أوجه له تحية كبيرة. الممثلين الرهيبين صراحة اللي أعتقد أن لهم يعني مستقبل باهر، وهو مسكين كان بيحاول يدفني بإيده بس نسى أن المسدس في إيده، وبدل ما يخبطني بيده على ظهري صفقني بالمسدس، فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله جات سليمة الحمد لله. يا الحمد لله الحمد لله رب العالمين. جميل، يعطيك ألف عافية ريم، وسامحينا أخذنا من وقتك طويل، ولكن شرفتينا ونورتينا، ونتمنى بإذن الله الجايات أن تكوني موجودة عندنا وتشرفينا في الاستوديو. يعطيك ألف عافية، أتمنى لك المزيد من التقدم والنجاح في هذا المجال. شكرا لكم جميعا، شكرا على وقتكم وعلى هذه الاستضافة اللطيفة. بالعكس واجبنا. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل التطور والحداثة تجذب أنظار الأجانب إلى السعودية. عشاق سفر على مستوى العالم يحبون الاستكشاف بأنفسهم في كل بلد يصلون إليها، وهذا ما فعله ضيفنا الذي قدم من ألمانيا للمملكة ليتعرف على معالمها ومناطقها المختلفة، ولكن ليس من خلال المرشدين بل من خلال أهل البلد أنفسهم، وتعرف في جدة على الشاب الجميل اللي منورنا اليوم في الاستوديو مؤيد خياط. أكيد نرحب فيك ونرحب بفلوريان. فلوريان اسمك صح، منورين سعد شباب. نور نوركم، وصراحة الشرف لنا أنه إحنا نكون معاكم في هذه الاستضافة الجميلة. She basically said we are happy to just invite you today to this show. شكرا. I'm so happy to be here. It's a pleasure. The pleasure is mine, sure, Florian. طيب في البداية مؤيد، كيف التقيت بفلوريان وإيش اللي جمع بينكم من هوايات؟ أوكي، في البداية قابلته على صفحة الإنستغرام، يعني عن محض الصدفة. كنت أسوي بعض البوستس اللي أضبط فيها يعني بعض من اللمسات في صناعة الأفلام، معالجة الألوان، الدرونز، أنا جدا شغوف بالتصوير الجوي. فكنا يعني نتبادل بعض البريسيتس، الفلاتر في التصوير في الأشياء هذه. فمن ضمن الأشياء اللي هو كان يسوي لها بوستس إنه هو يحب السفر، يحب الأشياء، فكان مسوي لي فولو، فأنا سويت له ريفولو تمام. فكان يسألني على بعض الأشياء اللي عندنا في المملكة العربية السعودية إنها مرة حتكون ممتازة لو تصورت من فوق في التصوير الجوي. فكنت أصور، وكل ما كنت أسوي بوست كان يسوي عليها لايك، كان يقول لي أتمنى إني أزور هذا المكان، لأنه التصوير الجوي لما حطيت لما سويت هذا البوست وصورت التصوير الجوي طلع أحلى من إيش من التصوير الأرضي. فسبحان الله كانت صدفة تمام في البداية، وبعد كذا يعني خطط إنه هو يزور المملكة على أساس يبدأ رحلته. هو طبعا مجرد إكسبلورر، يعني هذه وظيفته الأساسية أنه هو يسافر حول العالم. نعم. فقرر أنه يجي للمملكة في عام 2019، وهنا كانت البداية.
وما شاء الله تبارك الله من 2019 إلى الآن موجود عندنا بالمملكة. طيب كيف استمرت علاقتكم وهل زرت قبل كذا في ألمانيا ولا هذه أول؟ لا أنا ما زرته في ألمانيا لكن أنا إن شاء الله راح أزوره بإذن الله في ألمانيا. طبعا هو جاء السعودية في 2019 ورجع طبعا بلده لكن بسبب ظروف كورونا وزي كذا والكارنتين وكوفيد 19 والأشياء هذه وقرر العودة لها بمجرد أن السعودية تسمح للناس اللي هم خارج المملكة بالعودة. حلو. طيب سؤالي لفلوريان جاء للمملكة بداعي السياحة زي ما ذكرت في البداية ولكن نبغى نعرف ليش اختار أنه يتعرف على معالم المملكة من خلال ناسها؟ Okay, she basically said when you visited the first time to Saudi Arabia here, so why did you choose like to know the people from locals, not from tourism guide? I love to get to know people and the culture, and for me it was very important to understand more about this part of the world, about this country, and you know a tour guide they show you the nice sights. And that's all perfect. I want to see that. But what I'm really interested in is the people and the culture and to really know what it's about. And I think the only way to do that is through people because, you know, they take you behind the curtains and show you their life. And that's the most beautiful thing. That's what I love. Yeah, and that's why I always try to find, you know, amazing people like Moya to help me to show me their culture and the country. ببساطة يقول إنه هو وجد إنه دائما الاحتكاك بالناس المحليين أو السكان الأصليين لنفس البلد دائما ما بيكون في حواجز بينه وبين الشخص بيتكلم بكل عفوية بيتكلم بطبيعته بيبدأ يأخذه حتى لأشياء جدا قريبة من هذه الثقافة ومن العادات والتقاليد على عكس تماما لو راح عند الناس اللي بيكونوا كمرشدين سياحيين بيكون غرضهم الأساسي هو الغرض المالي تمام وبعضهم يعني حتى ما بتكون برامجهم السياحية ما هي كافية إنه أنت تتعرف على هذه الثقافة عن قرب. طب من 2019 كانت أول زيارة لفلوراين في السعودية وحتى الآن إيش اللي اختلف بالنسبة له؟ Okay, she basically said you visit Saudi Arabia two times. The first time that was on 2019 and now is 2021. So what's the difference between the two in your experience? It's interesting for me because I can already feel that still the country has evolved and it changed a lot. The first thing I noticed was, I was like, man, they are fast with construction here because 2 years ago there was a lot of construction. Now it's finished, there's new construction. Mm-hmm. But what I noticed is like, for example, Boulevard, I was there 2 years ago in Riyadh, and now it's so much bigger and there's so much more stuff going on. Like, I think you could spend a month here and there's new things popping up all the time. So I noticed that. And so the last thing I noticed is, the first time I was here, people were still a bit surprised, like, oh, tourist, you know? And now it's like, oh, okay, it's a tourist. Like, I think people became more used to the idea that there's just tourists coming to that country. Yeah. يقول إنه في المرة الأولى لما جاء طبعًا هو زار موسم الرياض الأول. تمام. فلاحظ إنه الفعاليات اللي كانت موجودة فيها في اختلاف كبير بين الأشياء اللي كانت موجودة الآن. ولما شرحنا له أكثر عن موضوع موسم الرياض إنه بني في فترة زمنية جدًا وجيزة ومختصرة، فهذا أكثر شيء. يعني أثار انتباهه وهو سرعة الكونستراكشنز البناءات عندنا في المملكة العربية السعودية فيقول لما كنت يعني جيت في 2019 الناس كانوا يقولوا أوكي عندنا سائحين فكانوا يستغربوا من هذا الشيء لكن الآن في 2021 مع موسم الرياض الجديد ما صاروا يستغربوا موضوع السائحين يس لأن الموضوع بدأ فيه تطور بشكل كبير في جذب السياح وفي نوع من التنويع في بعض التنويع في الأنشطة اللي بتصير عندنا في جدة وفي الرياض وفي مناطق المملكة ككل يعني صحيح. طب ولكن إيش أكثر شيء جذب فلوراين عن الثقافة السعودية بصفة عامة؟ Okay, she basically said what is the most thing that attracted you in Saudi Arabia in general? The hospitality of the people. Like I remember this instant, I just arrived in Riyadh and I took an Uber to my hotel. And I started to talk with the driver. He didn't really speak English, so we were communicating with Google Translate. And then he stops at the side of the road. He's like, wait. And he comes back with a box of oranges. And he's like, that's for you, to welcome you in our country. And yeah, that blew me away, that throughout my visits, there's this hospitality and the warmth
that I'm greeted with. That's for me, that's the first thing that comes to my mind and that really stands out. Okay. يقول أكثر شيء جذب عندنا هو الضيافة السعودية. يعني هو أول ما قدم المملكة العربية السعودية أخذ أوبر في المطار على أساس يتوجه للفندق اللي هو ساكن فيه، فصادف أحد الشباب اللطيفين اللي هو سائق أوبر نفسه، فتوقف على جنب وأخذ له صندوق من البرتقال وقال له هذا إنتاج المملكة العربية السعودية، فكان يحسب أنه هو يبغى يوريه أنه هل هو بكم أو أنه يبغى يبيع، فانصدم أنه هو هدية له. فكان جدا منبهر بموضوع الضيافة هنا في المملكة العربية السعودية، حسن الاستقبال حتى لو كان الشخص جديد، ومع ذلك كان في حواجز بينه وبين التواصل بين الشخص حق سائق أوبر، لأنه كان يعني ما يتكلم إنجليزي بشكل جيد، كان يتواصل بجوجل ترانزليت اللي هو المترجم. فأقول هذا أكثر شيء أو أكثر موقف كان مؤثر فيه من ناحية الضيافة في السعودية. جميل. طب بالنسبة لك مؤيد، يعني كيف بتحرص على إيصال أفضل صورة عن المملكة خاصة مع الأجانب المهتمين بزيارة بلدنا؟ تمام. لا شك ان السوشيال ميديا هذه الايام لها دور كبير وتلعب دور مهم جدا في نقل ثقافه المملكه العربيه السعوديه او نقل ثقافه اي دوله للدول الاخرى. طبعا زي ما نعرف ان هناك في بعض التصريحات المغرضه، بعض الاشياء الغير صحيحه عن الكثير من البلدان، نتكلم بصفه عامه. لكن احنا هذا دورنا احنا كمواطنين، انه احنا يعني نبرز ال 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 الوجه الحقيقي للمملكة العربية السعودية، الأشياء الجاذبة، السياحة، المقومات السياحية الموجودة عندنا. الحمد لله يعني حكومتنا بدأت في برامج جميلة أطلقت عليها اسم روح السعودية أو فيزيت سعودي. فهذه الأشياء كلها بتكون يعني زي ما نقول أخذت اهتمام العالم، فإحنا ممكن نشارك في هذا الشيء لما نجي مثلا نسوي بوست في إنستغرام، في وسائل التواصل الاجتماعي، نحط الهاشتاجات تبعهم، نحط الحسابات تبعهم، بحيث أنه إيش الناس يبدأوا يعرفوا عننا أكثر. جميل جدا. طيب لو طلبنا منك فلوريان أنك تصف لنا السعودية بطريقتك الخاصة، فإيش ممكن تقول؟ She basically said describe Saudi Arabia in your own words. Friendly, hospitable people. Fantastic food, such a rich history and culture, and I always tell everyone they should visit Saudi Arabia because it will surprise them, but in a positive way. Okay. بيقول أول شيء الناس هنا جدا ودودين، ماخذين الموضوع بطريقة جدا عفوية. الأكل عجب الأكل في المملكة العربية السعودية وثقافة الأكل عندنا. يقول إنه عندنا يعني عجبته الصورة ويعني في النهاية هو بيقول بوزيتيف، يعني أخذ الصورة الصحيحة عن المملكة العربية السعودية على عكس اللي كان ظاهر عندهم في الإعلام. وأكيد ثقافتنا الغنية بتراثها. نعم. اللي عجبته عندنا في السعودية. شكرا لك مؤيد، نورتنا وشرفتنا ويعطيك ألف عافية على هذه الصورة الجميلة اللي بتنقلها عن المملكة للعالم الخارجي. And thank you Florian for your time and having you here with us. Thank you for having me. It's so nice. شكرا. مشاهدينا بكذا انتهت حلقتنا، وصلنا معاكم لختام هذه الحلقة. أشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الموعد، وأقول لكم مع السلامة.